أعمدة إنارة بالطاقة البديلة لشوارع وسط مدينة الحسكة، بدأ مجلس المدينة تركيبها في الشوارع الرئيسية لتوفير إنارة للأهالي ولتنشيط الحركة التجارية في الأسواق ليلا مع اقتراب قدوم شهر رمضان المبارك وموسم الأعياد، وذلك بخطوات متسارعة لإنجاز العمل في وقت قصير. عم نركب محافظة الحسكة بالمدينة أعمدة وإنارة، أجهزة إنارة على الطاقة الشمسية، لأنه كهرباء ما في بالمدينة، واستعملنا بديل إنارة، أجهزة إنارة على الطاقة الشمسية. عم نركب إنارة باليوم شي 25 جهاز، إن شاء الله خلال هالأسبوع تتنور الكهرباء بمحافظة الحسكة. المشروع يشمل تركيب نحو 1200 عمود إنارة مجهز بجهاز إنارة يتغذى من ألواح الطاقة الشمسية، تم تركيب 250 منها حتى الآن، وذلك بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. مجلس مدينة الحسكة والتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مكتب القامشلي قام بالتعاقد معهم على إنارة شوارع مدينة الحسكة ب 650 جهاز إنارة موزعين على كامل مساحة مدينة الحسكة. هذه الأجهزة عبارة عن طاقة شمسية مغذاة باستطاعات مختلفة 30 واط و 50 واط، هو عبارة عن مشروعين، مشروع 150 جهاز استطاعة 50 واط و 450 جهاز استطاعة 30 واط. حاليا لدينا مشروع ثالث مع ايضا مفوضية سامية لشؤون اللاجئين ل 600 جهاز إنارة طاقة شمسية. سيكون مجموع الأجهزة التي سيتم استخدامها في وسط مدينة الحسكة والأجزاء المحيطة بها إلى 1200 جهاز. عم نقوم بمشروع تنوير الشوارع الرئيسية استطاعة 50 واط الإنارة. هلا بلشنا مساحة السيد الرئيس باتجاه برع الحزب والمنصة القرى، يعني هذول 150 جهاز استطاعة 50 قير، هذولك 30 واط، هاي تصلح للمنصفات والشوارع العامة الوسيعة، يعني ما تستقل غير بالوسيعة والفاضية تكون عليها مشمسة، اللوح متر مترين ياخذ مجال يعني معنا. اما هذول للمنصفات خاصة للمنصفات، ان شاء الله خلال 10 ايام نكون خالصين من المشروع هذا الجديد. جهود خدمية تبذل في محافظة الحسكة بهدف تحسين واقع الخدمات فيها والتغلب على مختلف الظروف التي يتسبب فيها وجود الاحتلالين الأمريكي والتركي في المنطقة. أيهم مرعي لقناة سما، مدينة الحسكة.